اما هلا رشا بننتقل لاولى محطاتنا لليوم، ودائما بنفرد للمساحه القانونيه حصه برحلاتنا الصباحيه، وبما انه نحن ضمن حمله العنف ضد المراه اللي هي من 25 تشرين الثاني ل 10 كانون الاول، رح نحكي عن اهم تعديلات القانون السوري بما يخص حمايه المراه وقوانين اللي لازم تحصل عليها المراه. أكيد نور، ودائما نحن للأسف عم نرجع نشوف حالات عنيف بالمجتمع على المرأة، رغم كل التطور بنقول، رغم كل قد ما كان المستوى الثقافي، نسمع بقصص يعني بتستغربي من الأشخاص اللي قاموا بهذا الفعل، ولكن مثل ما قلتي دائما القانون وضع لحماية المواطنين، اليوم أكيد رح نفرض مساحتنا أكثر لحتى نعرف اليوم التعديلات مثل ما قلتي اللي طرحها القانون السوري. أكيد رشا، رح نحكي عن هي المواضيع والتعديلات ضمن القانون السوري مع المحامي الأستاذ أحمد دعبول. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير استاذ. يسعد صباحك يا هلا. انت مع الحمله او ضدها اول شيء؟ لا نحكي عن فوائد التعنيف ضد المراه. اليوم الرجل اللي عم بيقول انه هو صار بحاجه لحمله يعني قانونيا هذا صح 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 الحكي. هلا الفكره هي نحن دائما عم بصير المطالبه بالمساواه ما بين الرجل والمراه، هي انا بعتبر كلمه مساواه هي خطا. عداله هي مش عداله ما بين الرجل والمراه. المراه لها مواصفات فيزيولوجيه وسايكولوجيه غير الرجل، فالرجل له ميزات والمراه لها ميزات، يفضل يصير في تكامل ما بين الرجل والمرأة وليس مساواة، هيك الوضع الطبيعي العادل اللي لازم يكون. طيب خلينا بداية نروح للقانون السوري ونشوف اليوم كيف القانون نظر لموضوع التعنيف ضد المرأة. هلا بداية القانون السوري كان يعني له خطوات فعلا جريئة بهالصدد هذا، وخاصة بالسنوات الأخيرة واللي، لكن خلينا نبلش نحن قبل القانون، والشيء الأهم من القانون اللي هو الدستور، يعني المادة 23 من دستور الجمهورية العربية السورية صادر عام 2012 اللي هو حدث فيها أنه وساوى الدستور بالمرأة وكفل قيامة ومشاركتها الفعالة والكاملة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحد وإزالة المعوقات لتطورها ومشاركتها البناءة فعلا في بناء المجتمع. من هالمادة هي نحن دستوريا هي منلاحظ أنه المجتمع يعني المشرع السوري أعطى للمرأة هي الدور الكبير واللي جعلها إلى جانب الرجل خطوة بخطوة بالبناء المجتمع، واللي اعتبر الأسرة هي البناء الأساسي والجذري لبناء أي مجتمع المكون من أب وأم رجل وامرأة. هي تكاملية الأصل بالنهاية. تماماً يعني. تماماً. طب خلينا نحكي عن أهم التعديلات ضمن القانون السوري بما يخص حماية المرأة، وشفنا من بند أهم كانت بنودها هي جريمة الشرف. صحيح. خلينا نفصلها أكثر ونحكي عنها بشكل موسع، لأنه بعد لسه في ناس ما بتعرف بهي التعديلات، وبعد مفكرة إنه بعض المواضيع بعدها هينة اليوم ضمن هذا القانون. هلا موضوع جريمة الشرف كان فعلاً هو خطوة يعني كبيرة جداً. هو من أهم التعديلات اللي حصلت ضمن القانون. صار في عديد من التعديلات، صار في عندنا قانون الأحوال الشخصية تعديله، صار في قانون الجرائم الإلكترونية اللي صان حقوق المرأة، خلينا نحكي فيهم بالترتيب. حكينا سابقا جريمة تماما حاكين فيهم. جريمة الشرف نحن يعني نعطي هيك لمحة انه كيف كانت وكيف صارت. ما قبل عام 2009 كانت جريمة الشرف يعني يستفيد منها الفاعل او مرتكب جريمة من عذر محل. صحيح. يعني يعفى من العقاب، يعفى من العقوبة بشكل كان كامل. كان يستغلها يعني، كنا نسمع حالات يتم استغلال هي النقطة بحيث يتم فبركتها للأسف. تمام 100% للاستفادة من هالعذر. صحيح. قد يكون المشكلة على إرث، ممكن يطبقوا جريمة شرف للأسف يعني بانعدام وانحلال أخلاق، يطبقوا جريمة شرف التخلص من زوجي من أم من بنت أيا كان. بالعام 2009 اللي هو عدل المادة 548 من قانون العقوبات العام اللي جعل الحد الأدنى للعقوبة سنتين، حد سنتين. بالعام 2011 شدد العقوبة لسواها من 5 سنوات إلى 7 سنوات. إلى حين صدور القانون بالعام 2020 اللي سوى جريمة الشرف هي ملغاة من القانون العقوبات العام. وهي جريمة مثلها مثل أي جريمة، لا يحق يعاقب فاعلها على جريمة. صحيح. القتل قصدا، لهون ما ضل فيه لا عذر محل ولا سبب مخفف، يعاقب فاعلها على جرم القتل قصدا كأي جريمة ترتكب بحق أي شخص كان من أي جان كان. تطبق القواعد القانونية الأصول المتبعة بقانون أصول المحاكمات الجزائية بقانون العقوبات العام. لم يعطيها أي مسوغ أو أي تبرير للقيام بهذا الفعل. اليوم ما عم نحكي بس عن الموضوع التعنيف الجسدي إن كان بالضرب، في كتير أنواع للتعنيف أحياناً، وخاصة المرأة كلمة ممكن تعنفها ممكن يعني تجرحها أكثر ما تضربها. يعني اليوم القانون كيف نظر لأنواع التعنيف ضد المرأة؟ هلأ هون خلينا نحكي شوي على التعديل الأخير الصادر بـ 18/4/2022 بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية. هلأ نحن نعرف ممكن الجريمة المعلوماتية ترتكب من الذكر وممكن ترتكب من الأنثى. صحيح. رجل أو مرأة، لكن
ضمن مجتمعاتنا الشرقية، ضمن العادات والتقاليد، أكيد بنسبة 80% رح ترتكب من قبل الرجال ضد المرأة. هذا اللي عم بحكي لك 100% طبعاً. هون كان في كلمة وردت بالمادة 26 من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مجرد التهديد قبل لسه القيام بالفعل، مجرد التهديد مثلاً بنشر صور، بنشر محادثة، بنشر صوت، مجرد التهديد فيها شدد القانون العقوبة فيها، قد تصل 3 سنوات، غرامة من 3 إلى 4 مليون ليرة سورية، اللي هي يعني حتى موضوع الغرامة صح نحن ما عم نحكي بمنحة مادي، لكن قد يكون أحيانا نحن نعرف أن قوانين كلياتها هي قوانين قديمة، يعني عقوبات 100 ألف 50 ألف 25، لكن هي مؤيد جزائي إضافة للغرامة تعويض. أكيد مثل ما حكيتي حضرتك الكلمة اللي ممكن تأذي المرأة أكيد ما رح تتعوض بمصاري صحيح. لكن إذا كانت هي فعلا غير مرتكبة للفعل، غير مرتكبة للجرم، غير مخطئة، هون القانون بكلمة على التهديد بالنشر، على التهديد بفضح، على التهديد هون شدد العقوبة. من هالمادة إذا بدنا نجي نحن عليها ضمن موضوعنا التعنيف ضد المرأة، هو التعنيف هو بيعتبره التهديد أو النشر أو الفضح، هو أسلوب من أساليب التعنيف صحيح، المخالف للقانون، الغير أخلاقي. لما القانون حدد وعاقب وشدد بهاي الناحية، بنلاحظ انه فعلا هو الى حد ما مناصر للمرأة الى درجة كبيرة، مثل ما كنا نحن عم نحكي تحت الهواء قبل شوي، انه فعلا القانون الى حد كبير انا بعتبره مع المرأة كمحامي، كمن قلب الحدث، كرجل قانون عنده العديد من القضايا، ما بدي اقول 100% بنسبة 70% القانون السوري يحفظ حقوق المرأة. بحاجة الى شيء واحد نحن فقط، هي ثقافة الادعاء، ثقافة الخوف من الغية النساء من حياتها. يعني أي امرأة عم بصير في عندها أي إشكال قانوني عم تحكي الهم، عم بتخاف من السمعة، من الطلاق، لحد الآن نحن للأسف من لا يب... بتقول لك ما بدي أخرب بيتي، ما بدي أخرب بيتي يعني... إن شاء الله عيش بكرامة. حتى الأهل لهم دور نور كتير صحيح. كبير بهذا الموضوع بالضبط يعني على الصبية تماما. أنا مجرد مثلا تهديد القانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، كتير عالم تقول لك أنا معقولة بدي أروح أنا فرجي أشوف صوري محامي ويشوف صوري قاضي ويشوف صوري، بالنهاية هذا قانون صحيح قانون. بس نحن عم نحكي عن جزئية، رح قلك ليش المرأة بتخاف. يعني من فترة السنة الماضية سمعنا هاي الحادثة وضجت فيها العالم كله، وكان القانون مع المرأة اللي خطف زوجها، خطف ابنها وقال لها إذا ما بترجعي لعندي أنا بدي أقتلك يا وقتل الولد، وقال لها وقتها القانون قال لها أنه لا تروحي، هي يعني لهلا المرأة يمكن بتلوم حالها أنا لو رحت أنقذت ابني. القانون مع المرأة إذا نفذ مثل ما قلنا تطبق، بس دائما حالة الخوف لأنه ما في حماية 100% للمرأة. هون عملية يمكن لما نحكي عن الجريمة الإلكترونية والمبلغ المادي والسنوات وتشديد العقوبات، هون عم نحكي عن الرادع صح. يعني مشان الشخص يفكر مليون مرة قبل ما يقوم بهي الخطوة، يكون عنده الخوف، يشوف محاسبات على الأرض لحتى أنا ما أقوم بهيدا الفعل. أنا لما أسمع هي الحادثة كأم لهلأ ممكن يعني تأثر بنفسيتي ومشاعرنا صح. كأمهات، وما بنسى حتى الأم كانت عم تقول إنه يا الله لو خلوني، هي قانونية يعني يقولوا لحمايتك وحماية، وراح توفى قتل ابنه وألقوا القبض بس راح الطفل. فلهيك المرأة بتتم خايفة، لهيك عندها هي الجزئية، ما عم برر للمرأة إلى الآن. القانون التعديلات اللي فيه هي جدا قيمة، وإذا طبقت على أرض الواقع نحن عم نقول ليكون في رادع، يعني للشخص اللي بده يقوم باستغلال المرأة يخوفها بولادها أو بأي يمكن أي ثغرة صغيرة ممكن يستغلها، يفكر مليون مرة من خلال تجديد العقوبات ونشوف هاي العقوبات يمكن منفذة عليه صح تماما. هلا نحن المشرع السوري لما عم يحط او عم يعدل اي قانون، اكيد في حالات الرجل عم بيعنف وعم يخالف القانون، لكن نحن مو ضد المراه. نحن هون الشيء اللي القصه اللي حكيتيها حضرتك، نحن شخص مخالف القانون، شخص قد يكون معه مرض نفسي، بنهاي له عقوبته القانونيه المقرره صحيح. بالمواد القانونيه. لكن الفكره نحن المشرع بيطلع على حاله عامه، ما بيجي على حالات فرديه صحيح. انا ممكن هلا حاليا اذكر انا عده حالات لنساء يعني مرحلات اخلاقيه للاسف اخذوا اولادهم صحيح. وضعوا ازواجهم بالسجن تطبيقا لقانون احوال الشخصيه تسليم محضون كونه في حبس إكراهي لمدة عام. لكن أنا ما بطلع أنا على حالة فردية من حيث المبدأ. مثلاً اللي بدنا نحكي إحنا مثل ما حكينا عن جريمة الشرف، حكينا عن الجريمة الإلكترونية، تعديلات قانون الأحوال الشخصية اللي صارت جداً مهمة صحيح. في عام 2019 صدرت تعديلات قانون الأحوال الشخصية اللي بوضع سن الحضانة مثلاً إلى عمر 15. سن الحضانة إلى عمر 15 يبقى الطفل ذكر أو أنثى مع الأم، وهي عندها إمكانية تأخذه في أي وقت، وعندها امكانيه في حال عدم تسليمه من الرجل الى حبسه، وعندها وليست تخضع الى قوانين او الى اجراءات المحاكمات الطويله.
هذا الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي، هي اجراءات اللي تجاوز الاسبوع ممكن كحد اقصى 10 ايام الامراه بتلزم الزوج بيصدر قرار من القاضي بتسليم المحضون له، وفي حال عدم تسليمه ممكن القانون الجزائي ممكن يتعاقب او يتحرك عليه ادعاء بجرم خطف قاصر. هاي كلها قوانين صفت مع المرأة اجت ايدت حقوقها. هلا بدنا نحكي نحن بحق ومنطق كمان، اكيد في تعديلات خجولة عندنا نحن، اكيد المرأة اذا بدنا نقدر نحن نحكي بموضوع زواج مدني او غير زواج مدني او ضمان حقوقها والعصمة اللي ممكن نحكي عنها بالشارع، الطلاق، التفريق ممكن تاخذ وقت طويل اكيد، لكن نحن مجرد وجود التعديلات اللي عم بتصير بالقانون صحيح. السوري وقبل المشرع السوري، فهي خطوة إيجابية جدا اللي ممكن نحن وخاصة عم بتصير تعديلات قريبة. يعني كان نحن سابقا ممكن سنوات التعديل صحيح كل 20 سنة قانون الأحوال الشخصية تم مراكد سنوات طويلة إلى تم تعديله صحيح، لكن لما نحن عم بصير في عنا تعديل عم بصير كل سنة سنتين ثلاثة عم بصير تعديل، هو أنه فعلا إنجاز كبير وكونه موجود نصب أعين المشرع السوري، حقوق المرأة، مناصرتها، الحد من تعنيفها، الحد من الإضرار فيها بأي شكل كان من الأشكال الموجودة. طيب أستاذ خلينا هيك نركز أكثر اليوم ضمن مساحتنا كونه نحن ضمن حملة حاليا ضد العنف. اليوم أي مرأة عم تشعر بالعنف أو عم تعنف، يعني شو الخطوات اللي ممكن تروح عليها؟ يعني مثل ما قلت كتير مهم اليوم أنه تطلع من قوقعة أنه أنا خايفة، أنه هذا الخوف شفنا مثل ما يعني جرائم كتير للأسف في الفترات الأخيرة يعني صحيح. واليوم ما بعرف إذا لاحظت يعني قديش صار في جرائم كتير، يعني ما بعرف شو تبريره يعني، ولكن على ما يبدو الضغط النفسي اللي صار باخر فتره تمام يعني انا هي الفكره اللي بدي احكي فيها، هي الضغط النفسي اللي عم بصير، الوضع الاقتصادي السيء اللي عم تعيشه بلدنا، يعني اللي عم بياثر سلبا على نفسيه المراه اللي عم يضغطها وعلى نفسيه الرجل عم تضغطه جدا. انا بعتبر هلا يعني قبل ما نحكي موضوع الاجراءات القانونيه اللي هي بحاجه فقط الى اهتمام من الرجل والمراه، الى اهتمام، يعني الرجل عم بيكون عم بيعاني في تامين يعني خاصه بالظروف المعيشيه الغلاء الفاحش الباهظ ليامن ادنى مستويات الحياه، لما عم بيلاقي المراه ما عم تقدر هذا الشيء هو عم ينضغط نفسيا. لما نفس الشيء المراه لما عم تكون عم بتعاني بتامين وعم تكون شريكه للرجل بالعمل والتعب ما عم بيقدر الرجل هذا الشيء، وخاصة إذا كانت المرأة موظفة كمان عم بصير فيه ضغط نفسي من الرجل، عم تصير عدة تراكمات عم تؤدي بالنهاية إلى حدوث تعنيف قد يكون مثل ما نقول أكثر من هيك أو انفصال، واللي هو نحن يعني لازم الانفصال إذا كان الخيار من وجهة نظر شخصية طبعا عم بحكي ما بين الانفصال أو التعنيف، الانفصال أو الأفعال المجرمة من القانون، الانفصال أو الأفعال اللا أخلاقية، طبعا الانفصال من دون ما يصير فيه إساءة من دون ما يصير فيه إهانات، يعني لا يوجد فعل تقوم فيه المرأة يستدعي ضرب مثلا، هذا شيء مخالف خلص انفصال افضل ما يصير في يعني بنهايه كيان مستقل. لكن في حال تعرضت المراه لهذا الشكل من اشكال التعنيف هي بحق لها مثل يعني هون غايه الدستور والقانون والمشرع السوري انه هي تعامل معامله اي شخص مواطن، رجل تعرض للتعنيف تعرف يعني ممكن وقع إيذاء وقع إهانة بتقوم بتنظم حادث باشي، يعني مجرد انه هي زوجة هذا القانون لا يمنح الزوج أسباب لتعنيف المرأة أو إهانته أو الإساءة لها، فوريا فيها تقوم بالإجراءات القانونية اللي هي كتابة نسمينا احنا بالقانونية المعروض بالأفعال اللي عم تتعرض له بدءا بالسباب بالشتائم وانتهاءا بالقتل، ممكن ممارسة بصيروا يحركوا الادعاء بتحيلوا للنيابة العامة، النيابة العامة بتحولوا لقسم الشرطة المختص، قسم الشرطة المختص بأجري التحقيقات اللازمة بيعرف هل هي فعلا تمت شو الأدلة شو الإثباتات، وبتم إعادته مرة أخرى إلى القضاء ليصار إلى المحاكمة اللي يدان فيها الشخص المرتكب للتعنيف. يمكن في نقطة كتير مهمة لازم نركز عليها قلت هي ثقافة الادعاء قديش مهمة هي جداً. الجزئية نركز عليها وحالة الخوف للأسف أحيانا المحيط المجتمع البيئة العيلة تضغط على المرأة مع أنه ممكن هي يكون عندها هذا الدافع لأنه يمكن تقوم به حالة ادعاء صحيح. ممكن بس اللي حواليها أو استغلال الأطفال صحيح. هي يعني حالة فينا نقول يمكن مؤلمة لكل مرأة بنتمنى كل النساء ما تمر فيها بس ثقافة الادعاء قديش مهمة اليوم حتى بالبيئة بالمجتمع بعيلتها أنه لا لازم هي مش فضيحة هي حقها قانونياً إنه هو هون الفكرة اللي عم تصير إنه لما المرأة عم تتعنف أو تتعرض لإساءة أو إهانة أو ضرب أو إذا جسدي قد يكون أحياناً وجسدي كبير كمان إنه معقولة عم تدعي على زوجك إنه هي الفكرة إنه إيه بخير أو ردة الفعل إنه مثلاً إن ضربت المرأة معلش هاد جوزك إيه؟ بس إذا المرأة ضربت الرجل لا يعني إيه؟ ضربت يعني هي إساءة. حالة إيه يعني هي هي هون شوف الخلفيه تماما الايديولوجيا الموجوده عند المجتمع تبعنا ما عم تتقبل ثقافه انه المراه هي كيان
يعني انا مجرد يعني كثير احيانا بيجي انه تخيل هي دعت على زوجها، ليش دعت عليه؟ ضربه؟ طبعا خير ان شاء الله، يعني اذا زوجها شو بصير؟ لازم تدعي. هيك القانون وضع لتنظيم العلاقات، سواء العلاقات الأسرية أو العلاقات الغير أسرية. لما زوج عم يكون بفعل مخالف للقانون كإيذاء كإهانة، هي حق القانوني. لهيك نحن حكيت أنا ثقافة القانونية، ثقافة الإدعاء، أنه أنت مارسي حقك اللي خولك يا القانون. يعني مثل اللي عنده شيء عنده حق هو ما عم يمارسه. لهيك أنا بعتبر الشيء الأساسي لازم التركيز عليه بحملة مناهضة التعنيف ضد المرأة هي زرع ثقافة الثقة بالنفس لدى المرأة. إلغاء ثقافة الخوف لدى المرأة. صحيح. انه القانون فعلا واغلب القوانين، يعني احنا عم نحكي ما عم نحكي على مستوى مثلا دول متقدمة كأوروبا وكذا، نحن عنا وبدول الساحتها دول العالم كله موجود في كثير قوانين دول العالم للأسف تحمي المرأة، كل التطور لكن للأسف يعني المرأة هي ضد تحرر احيانا بحسها. انه انا بس خرجي من ثقافة الخوف، خرجي من ثقافة العيب. لا، انا ارتكب بحقي فعل، انا القانون انا معي حق، مثل بيكون معي بعتبر مثل بخيل. انا معي مصاري بس انا بدي روح مشي، ما باخذ تاكسي او ما بتطلع بسيارتي. الله عاطيك انت حق، هون الدوله القانون عاطيك حق انه انا ما بسمح لحد يعتدي عليك، لا سواء زوج ولا اخ ولا اب ولا ام ولا كامراه كمواطن بالدرجه الاولى، واثنين كامراه. ليش انا ما عم مارس هذا الحق اللي عم يعطيني اياه القانون؟ هون صار شيء شخصي فيا، في حال ما تمارس وما عرفت تستخدمه بالشكل الأمثل فهي رح تكون السبب الأول والأساس اللي بتعنيف ضده أو عائلته أو محيطه أو بيئته بيلعب تماما تماما. بس في نقطة هون كتير مهمة، يعني بعيدا عن شو إذا طلعنا عن موضوع التعنيف، قد إيه اليوم هذا البند ممكن يكون بشع بجزئيته وقت الزوجين بتشارعوا قدام بمخفر أو قدام قاضي وبيرجعوا على البيت؟ يعني قديش في بيكون في شيء انكسر بيناتهم، في شيء يعني راح، يعني هذا الاحساس بالمحبه بالامان، وخاصه وقت توصل القصه للمحاكم يعني واخر شيء بيرجعوا على البيت. يعني فيمكن مثل ما قلت حضرتك، لا خليها تكون بالانفصال ولا يكون بتجارب قضائيه. يعني 90% لما راح يوصلوا لمخفر شرطه او لقسم شرطه او لمحكمه ما راح يرجعوا على البيت سوا. لا انا بعرف عالم كثير اشتكت على بعضها و لا لكن الغالبيه اللي ما عم يجوا للمحكمه صح اللي ما عم يجوا للمحكمه ما عم يرجعوا البيت لانه خلص صار في غرب. لكن رغم ذلك ورغم بشاعه المشاعر والالم اللي فيها انه زوج وزوجه امام قاضي او امام محقق، بتضل اهون من إساءة، من قلة احترام. يضل الاحترام هو صحيح. الأساس للعلاقة الزوجية ما بين أي رجل وأي امرأة. أكيد أكيد بنتمنى يمكن السلامة لكل النساء. ومثل ما قلنا، حملة العنف ضد المرأة هي لتسليط الضوء على أهمية فينا نقول قوانين اللي بتحمي المرأة. للأسف نحن بال 2022 ورح نستقبل عام 2023، لهلأ المرأة بتتعرض لعنف مو فقط ببلادنا العربية، بكل طبعاً. أنحاء العالم، بكل الدول حتى المتطورة، وما في للأسف قانون بيحميها بشكل سليم 100%. بالختام نشكرك المحامي الأستاذ محمد دعبول، شكرا كثير لك. شكرا استاذ، سعد صباحك وصباحك خير على طول. اهلا وسهلا. اما نحن نور مكملين بباقي فقرات صباحنا غير لليوم، وقبل ما نروح لمساحتنا الثانيه خلونا نكون بموجز لاهم الاخبار السياسيه المحليه والدوليه مع زميلتنا مايس. سعد صباحك يا مايس. يسعد صباحك رشا. مشاهدي الاخباريه السوريه، موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف أن هناك خلافات بين روسيا وتركيا بشأن الوضع في سوريا، لكن يمكن حلها من خلال الحوار. باسكوف أوضح في تصريح صحفي أن الخلافات مع تركيا بشأن سوريا تم في وقت سابق وقفها والتقليص منها، وذلك بمجرد التوقيع على الاتفاقية في سوتشي، مشيرا إلى أنه بعد ذلك صرح مسؤولون روس عن عدم رضاهم عن تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها. أعلن زعيم حزب عوتسما يهودت المتطرف إيتمار بن جبير بأنه سيقوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك بداية الشهر المقبل. وكشف عضو الكنيسة المتطرف إيتمار بن جبير المرشح لاستلام وزارة الأمن الداخلي الصهيوني أنه سيقوم بزيارة غير معلنة للمسجد الأقصى خشية وقوع أحداث داخل المسجد الأقصى خلال الأيام القليلة القادمة بالترتيب مع شرطة الاحتلال. ويشار إلى أن هناك خشية من المؤسسة الأمنية الصهيونية من احتمال أن يؤدي تعيين بن جبير في منصب وزارة الأمن الداخلي إلى تفجر الأوضاع بالمنطقة وخاصة في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.
كشفت صحيفة بيلوتيكو الأمريكية أن المسؤولين الأوروبيين غاضبون من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأزمة الأوكرانية، وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي تعاني به دول الاتحاد الأوروبي من أزمة طاقة وتضخم وركود اقتصادي، تجني الولايات المتحدة ثروة جراء استمرار هذا الصراع. وأوضحت الصحيفة أن رسميين أوروبيين أعربوا في السر والعلن عن قلقهم من الغضب المتزايد في أوروبا حيال الدعم الذي تقدمه أمريكا للغاز والطاقة في أراضيها، فيما ترفع أسعارهما في القارة العجوز مما يهدد بتدمير الصناعة الأوروبية. كشفت صحيفة الجارديان أن الدول الغربية بدأت تشعر بالعواقب المستقبلية للمساعدة المقدمة لأوكرانيا، وأن كييف تخاطر بفقدان الدعم المقدم لها. ووفقا للصحفي سيمون تسيلدا، فإن أزمة إنسانية وأزمة هجرة ضخمة تقترب من أوروبا، الأمر الذي سيتحدى كل عضو في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن العواقب السلبية للصراع في أوكرانيا بدأت تؤثر على الدول الغربية وتخاطر كييف بفقدان الدعم. ختام موجز الأخبار، عودة لصباحنا غير مع نورة ورشا. يسعد صباحكم. شكرا يا ميس، وبقيت نهار حلو لإلك. أما نحن مكملين بباقي مساحتنا الصباحية لليوم، ووصلنا لمساحتنا الطبية. كتير منقول انتبهوا على صحتكم، وخلوا دائما مثل ما قلتي الدكتور هي الثقافة الأولى بحياتنا. أكيد رشا، واليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، الأمراض المهنية. كتير من المهن يمكن بتأثر على جسمنا وخصوصا على عظامنا. كتير بتسمعي مثلا الناس مع انقراض فقرات بعمود الفقري، في مشكلة بمفاصلة، في مشكلة بسبب المهنة أو الجلسة أو حتى الكرسي اللي بتقعد الجلسات الطويلة. صحيح، بتأثر بشكل كتير على حتى الجسم. الدكتور قالنا حتى طريقة الجي على الشغل، مدة القعدة، قديش هلأ الكمبيوترات والآيبادات عم يأثروا على كمان الجهاز العظمي عنا، يعني كثير بتأثر رشا. وللأسف ثقافة أنه من أول ما أشعر بالألم روح لعند الدكتور هي بتكون آخر الخيار، آخر خيار للأسف. نحن بنحمل نفسنا وطاقتنا آلام أكثر ما بنتحمل. نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور محمد إياد فضلون، اختصاصي في الجراحة العظمية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، الله يعطيكم العافية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. كنا عم نحكي عن المصطلح الأمراض المهنية، بجوز شوي الناس هيك تستغربوا، خلينا نوضح عنه اكثر. يعني قلنا انه هو بيتعلق بطبيعه العمل وعدد ساعات العمل. هو اي مرض بيصيب الشخص بسبب مهنه معينه هو بيساويها. مثلا شخص عنده مهنه مثلا حداد او نجار او عامل بمعمل، او شخص بيقعد على الكمبيوتر، بسبب هذا الاجراءات اللي هو بيساويها او شغله عم يسبب له هذا الم بالمفاصل او اجهاد معين، او عم يسبب له اعاقه معينه. فهو اي مرض بيصيب الانسان بسبب المهنه اللي بيشتغلها. صحيح. هلا ممكن اي شخص يمرض طبعا، بس في امراض خاصه بهي المهن وبتتبع لهي المهن. فنحن بدنا نحاول موضوع المهن انه نحاول نحيط فيه قدر الامكان، ما حنخصص لمهن معينه لانه المهن كثيره. صحيح، بس خلينا بما انه المهنه في امراض كثيره طبعا، خلينا نحكي عن الامراض المهنيه العظميه الاكثر شيوعا. يعني انت كدكتور مختص، هي اكثر شيوعا الحالات اللي دائما يمكن بشكل دائم بتراودنا. طبعا هلا هي اول شكوى لموضوع الالام العظميه هي الالم. بس نحن خلينا نبلش بالموضوع من ناحيه ثانيه، نشوف نحن اول شيء كيف بنوصل على شغلنا. كانت عم تحكي الصبيه انه كيف نحن كيف نوصل على شغلنا بطريقه سلسه ومريحه. هلا في اشخاص احيانا بيقول لي انا مشان اوصل على شغلي، وفعلا في اشخاص عم يمرضوا من طريقه وصولهم على شغلهم، لانه هن مثلا يوميا عندهم طلوع درج طويل، عندهم نزول درج طويل، عندهم مشي كثير لحتى يوصلوا على شغلهم، احيانا ما عم يلاقوا مواصلات حتى يوصلوا على شغلهم. هلا ازمه الكهرباء، ما في اسانسيرات تنزل من البنايات، فطريقة النزلة كل يوم الصبح وهي عم تتكرر عنده كل يوم الصبح، مع انه المشي خمس مرات طريقة أسبوعياً. المشي جيد، طلوع ونزول الدراج والطلعات والنزلة القوية مشكلة، الركب بالباص بطريقة عشوائية وبطريقة على الواقف وبطريقة سيئة كمان مشكلة، خاصة هلا بهالأوقات هي، الوقفة الطويلة بانتظار الباص هي كمان مشكلة خاصة بفصل الشتاء. فنحن بدنا ندير بالنا على حالنا ونحاول نحن مثلا، أنت شخص دوامك 7:30، فما في داعي تطلع 7:15 مثلا عشان توصل على شغلك 7:30، اطلع قبل بوقت، لانه الكل بيطلعوا للاسف مثلا بنفس التوقيت، فبتلاقي الكل ساو عجقه سوا. يلي بيبكر شوي، يلي بيسبق شوي بيلحق يروح على شغله بكير، وبيلحق بينفد من 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 اغلب المشاكل. ثاني شغله مكان العمل. في اشخاص بيقعدوا بمكان عملهم ساعات طويله، خاصه الاشخاص اللي بيشتغلوا مثلا خياطين،
حلاقين، اشخاص بيشتغلوا اعمال مكتبيه، بيقعدوا احيانا 8 ساعات لل 14 ساعه احيانا بنفس المكان، وللاسف ما بيديروا بالهم على حالهم. فبدي خبر هدول الاشخاص انه مكان عملك هو مملكتك، هو المكان اللي انت لازم تكون اكثر مكان مرتاح فيه. لازم انت تجهزه، اذا انت ما جهزته لازم صاحب العمل يجهز لك اياه. فاذا انت جهزت مكان عملك بشكل جيد، انتقيت كرسي جيد، انتقيت مكتب جيد، انتقيت ادوات جيده تشتغل فيها، فانت حترتاح وتنتج اكثر. طبعا هذا بينعكس كمان، لازم صاحب العمل يدير باله على هالمكان، لانه صاحب العمل اذا هو اعطاه للعامل اللي عنده اللي عم يشتغل، اعطاه كرسي مريح، اعطاه مكتب جيد او طاوله جيده ليقدر يشتغل عليها وينتج عليها، او ماكينه جيده، اعطاه ادوات يستعملها بشكل جيد، هي الادوات حتنعكس على الانتاجيه تبع هذا الشخص، حتنعكس على صحته. فهو كل ما خفف من الامراض اللي عنده، كل ما خفف غياب عن العمل، كل ما انتج اكثر وعطى اكثر. فهذا الحكي موضوع الراحه للموظف بتهم صاحب العمل وبتهم الموظف، بتهم اثنين مع بعضهم. للاسف احيانا بتشوفي مثلا ان كان اعمال مكتبيه، ان كان خياطين ولا اي شيء ثاني بيتطلب قعده طويله، بتلاقي الكرسي تبعه كرسي عادي، بيقول لك انه انا خلص يعني هلا عم دبر حالي. طب شو عم تدبر حالك 8 ساعات باليوم؟ من يومين كنت بزياره لاحد ورشات الخياطه، فكلهم حاطين كراسي بلاستيك من العاديه وحاطين عليها على اساس الراحه. قلت له انت كم ساعه بتقعد ورا ماكينتك؟ قال لي انا 10 ساعات في اليوم. قلت له 10 ساعات على هذا الكرسي اللي غير مريح؟ انت مالك مطول، عيارك مثلا سنه او سنتين حيبلش ظهرك يتعب، كتافك يتعبوا، رقبتك تتعب، رجليك يتعبوا، ما رح تقدر تكمل. يعني انت حتتعب بشكل كثير كبير. بلشت تتوجع، بتحاول تحسن بيئه العمل تبعها. فهي مكان العمل هي مملكه الشخص. وفعلا انا اكثر من شخص، سبحان الله، في مره احد الشركات بدمشق جاني اول موظف وثاني موظف وثالث موظف، كتافه عم يجعون ومنهم ظهرهم عم يجعون، ففحصتهم من نفس الشركه. بعد فتره اجاني مدير هي الشركه كمان نفس الفيلم، فعملنا دراسه عن الموضوع، لقينا انه الكراسي الشركه هي مفصله المكاتب تفصيل، مو جايبتهم جاهزين. المكاتب التفصيل النجار اللي مساويهم معليهم 5 سم عن المكاتب الطبيعيه. فهن جايبين كراسي تناسب مع المكتب الطبيعي. فكل موظف كان مضطر انه يرفع ايديه شوي مشان يقدر يشتغل على الكمبيوتر او يقعد بالمكتب. هدول ال 5 سم اللي فرقوا معه، كل الموظفين كتافهم عم يجعوه من ورا هدول ال 5 سم اللي خربط فيهم النجار، يلي ما التزم بالمعايير العاديه اللي هن مصمم لها الكراسي ومصمم لها كل المكاتب. فهو بيقعد برا المكتب، الموظف مضطر يرفع ايديه هيك، مضطر يقعد على الكمبيوتر يشتغل هيك. كل اغلب الموظفين عندهم خدر ونمل باصابع ايدهم، لانه طول نهارهم حاطين الماوس بيد والكيبورد مانن بشكل جيد، مانن بالمكان الصحيح. يعني نحن هلا كنا طاولات الكمبيوتر القديمه بتلاقي الكيبورد والماوس بيد بيكونوا تحت، فانا ومرتكي على الكرسي فيني اكتب وساوي اي شيء وانا مرتاح. هلا لغوه هذا السحاب، صحيح، صاروا يحطوا الكيبورد فوق، صحيح، او صار عندنا لابتوب صرنا نحطه نشتغل فوق دغري كلياتنا، بنفكرها اسهل. فانا بقول له للشخص لا، ما انا اسهل، انت عم تخربط بحق حالك، عم تضر حالك لما انت ما بتنزلهم لتحت وايديك مرتاحين وكتافك مرتاحين وعم تشتغل بشكل مريح. فانت عم تنتج اكثر. صرنا هلا نجيب اللابتوب مشان اريح لنا ناخذ الشغل معنا على البيت، وبنقعد بالبيت بوضعيات غلط مشان نحن عم نحاول نكمل شغلنا، هذا شيء غلط. اللابتوب نفسه بنجيبه معنا على الشغل، بنحطه بقول له يا اخي انت وصل اللابتوب، حط شاشه كبيره قدامك وصل عليها اللابتوب واشتغل عليها على كيبورد مستقل عن الكيبورد تبع اللابتوب، مشان تقدر تاخذ راحتك، مشان تقدر تاخذ نتيجه افضل. بنجي للمهن يلي هي غير موضوع المكتبيه، مثلا الحلاقين والخياطين. بس المكتبيه قبل ما نفوت بالمهن الاخرى، ما في بعض القصص لازم يعملوها مشان مثلا يقدروا يتجاوزوا بعض هي الامراض؟ يعني بعض يعني احيانا بيقول لك مثلا هي الحركه، يعني كل شوي تحرك حالك. هلا اول شيء قبل ما نفوت نغوص بالمهن القاسيه، بس نعطيهم بعض النصائح، انه مثلا اذا حركت حالك او عدلت قعدتك، شو الاجراءات اللي ممكن يقوم فيها لاخر هي الاعراض او هي الامراض؟ هذا العلم نحن بنفكر اللي بيشتغل بالمهن القاسيه بيفكر انه المهن المكتبيه هي مهن سهله، اريح شيء، صحيح 100%. هي ليكك مرتاح وتحت الكونديشن انت قاعد؟ لا يا اخي، انا مالي مرتاح، إذا أنا ريحت حالي برتاح، إذا أنا ما ريحت حالي بالعكس حيصير عندي أمراض أكثر من أمراض تبع أصحاب المهن القاسية اللي عم يحملوا أوزان وأثقال كل يوم. فالأول شيء نحن لهذا الشخص
كرسيك لازم يكون مريح وعالي، لازم تقدر انت توصل للكمبيوتر تبعك والمكتب تبعك بطريقه انه ايدك ما تزيد عن 90 درجه الطويه تبعها، يعني انت بدك اذا طويت اضطريت تطوي ايديك هيك وترفعهم فانت غلط. ايديك بدهم يكونوا مرتاحين، الزاويه اقل من 90 درجه، اكثر من 90 درجه بالمرفق وانت عم تشتغل على الكيبورد او عم تشتغل على الماوس. اذا عم تضطر تطويها هيك جاي شوي زياده فانت حتوصل لمرحله هذا كتفك وكوعك حيصير في عندهم مشكله. الماوس بيد اللي عم نشتغل عليه هلا كلياتا عم نحكي على التاتش هلا شغالين، واللي عنده ماوس بيشتغل عليه يفضل انه يكون في وساده سيليكون تحت المعصم هون، هون العلم في عصب بيمرق اسمه العصب الناصف. هذا العصب الناصف المسؤول عن تعصيب العضلات الصغيره ضمن اليد وعن تعصيب والخدر والنمل بالايد، احساس بالايد. فهذا الشخص بعد فتره حيصير يحس حاله انه ايده ما عاد قدر يتحكم فيها مثل ما بده، ايده ما عم يقدر يمسك القلم مثل ما عم يكتب بشكل صحيح، بحس حاله انه غلط، بالليل بفز بيقول لك ايدي عم تتخدر. فهذا ايش عم ينضغط عند العصب الناصف، وهون عم يصير عندنا متلازمه نفق الرسغ وعم يصير في عندنا مشكله عند هذا الشخص تتطلب صارت اجراء جراحي. امتى بنراجع الدكتور نحن؟ بس يبلش نحن نحس بيصير بالليل بدايه خدر ونمل بروس الاصابع. لازم نحن نصلح مكان العمل فورا ونراجع الطبيب ونشوف شو فينا نساوي. بموضوع الالام العظميه بس نحن نحس انه في الم عندنا للعمال المكتبيين، في الم عندنا عم يتكرر بشكل دائم، مثلا انا كل يوم بخلص دوام ظهري عم يوجعني وركبي عم يوجعوني وكتافي عم يوجعني، فكل يوم انا عم يتكرر معي هذا الموضوع لمده اسبوع مثلا. صار الوقت اني انا اروح لعند الدكتور اقول الدكتور انا عم يصير معي 1 2 3. صار الوقت اني انا اعيد دراسه هالكرسي والمكتب اللي انا عم بقعد عليهم. هدول الكراسي صحيين ولا لا؟ هلا هدول الكراسي بالنسبه لإلك صحي، بالنسبه لإلي سيء. اوكي يعني الرجعه لورا بالنسبه لإلي يعني صحيح. فهدول الكراسي طبعا الكرسي هذا اللي انت بتقعدي عليه فتره طويله حتحسي فيه مشكله. يفضل كرسي الشغل يكون فيه سناده للراس، يكون في كتافك بشكل مريح موجودين، في كثير امور فينا نضيفها على هذا الكرسي. فهدول الاشخاص لازم يعدوا الكراسي تبعاتهم، يعدوا المكاتب تبعاتهم ويديروا بالهم على مكانهم. وبنرجع بنقول لهم مكان عملك هو مملكتك، بتقعد بمكان عملك اكثر ما تقعد ببيتك. صحيح. واحيانا اكثر ما تنام على تختك. صحيح. يمكن فهذا انت ضبطه، لان العالم تهتم احيانا بالبيت وبتنسى مكان. صحيح. العمل وما بتهتم فيه، فهذا مكانك انت، هذا اذا انت ضبطت مكان عملك فانت بتنتج اكثر وبتستفيد اكثر. هي اول نصيحه واهم نصيحه لاي شخص باي مكان عمل. ثاني نصيحه الادوات الحديثه اللي موجوده. فبتلاقي الاشخاص مثلا يبلشوا يوفروا، العمال اللي عم يشتغلوا بالادوات اللي عم يشتغلوا بالمواد بتلاقيهم مثلا بلشوا يوفروا بثمن رافعه او ثمن ادوات معينه، اجهزه معينه بتريحهم بشغلهم وبتخفف عليهم ضغط. فاي جهاز انت بتشتري بيطور لك عملك اولا، وثانيا بيوفر عليك امراض، بيوفر عليك مشاكل. اذا بدنا نحكي نوصل للامراض الثانيه او المشاكل الثانيه، مثلا الحلاقين والخياطين، شو اكثر شكاويهم هذول الاشخاص؟ الام بالرقبه، الام بالكتفين، خدر ونمل بالايدين، دوالي بالرجلين. طبعا وجع الظهر هذا داء عند اغلب الناس عم يصير للاسف. طبعا هذا اسبابه انه هن عندهم ضغط كثير كبير على ايديهم، بيوقفوا طريقه شغلهم بتكون سيئه. بيرفعوا كتافهم كثير مشان يقدروا يشتغلوا. احيانا الخياطين بتلاقيهم بينزلوا لعند الماكينه مشان يحطوا القماش اللي عم يخيطوه. فهي وضعيات خطا عم تاثر عليهم، عم تاثر على جسمهم. ولازم هدول بس يحسوا بالام شديده. نعم. عم تتكرر عندهم او خدر بايديهم او خدر برجليهم، يراجعوا الطبيب ويسالوا ويراجعوا مكان عملهم ويديروا بالهم على حالهم اكثر واكثر عشان يقدروا يكملوا. اهم شيء يقدروا يكملوا. اكيد. يمكن دكتور الاشياء اللي ذكرتها، الاسباب اللي ذكرتها حضرتك بعملنا خلانا اليوم نفسر انه دائما كنا ما نسمع بالشباب عندهم امراض عظميه او عصبيه كثير، فوقت نسمع حدا انه يقول لك انا معي ديسك بيعمل شباب بنقول له اوف اسا بكير عليك. يعني هلا بهاي الفتره صار العظمي والعصبي للشباب اكثر بسبب اسلوب الحياه. اليوم حكينا عن الخياطين وحكينا عن الحلاقين وحكينا عن اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي لهذا الوجع. خلينا نروح شوي للرياضيين اللي هن يمكن حركه واحده تنهي لهم حياتهم الرياضيه. هلا انا بموضوع الرياضيين بحب احكي كثير صراحه. وهي صارت للاسف بعض الرياضيات صارت مهن بهي الايام تبعنا.
اول شيء انا حاحكي عن الرياضيين يلي هن مانن رياضيين، هن اشخاص حبوا اليوم كونوا رياضيين، بلش اول الصيف او بلش اول الشتاء بيقول لك انا لازم خلص قررت اني انا اليوم العب رياضه وصير رياضي. فهدول الاشخاص بنصحهم ديروا بالكم ما تتحمسوا كثير. يعني بتلاقي هذا الشخص اول شيء نزل على النادي بلش دغري يرفع اثقال، واول يوم يومين بتلاقي بيرجع ثالث يوم ورابع يوم صار عضلاته يوجعوا، مفاصله يوجعوا، او تسبب باصابه معينه سببت له اعاقه ومشكله مدى الحياه. فهدول الاشخاص يديروا بالهم على حالهم اكثر، ما يتحمسوا زياده عن اللزوم، لعب الرياضه بالتدريج. وبنصحهم انه شوفوا انتم اي رياضي بينزل على الملعب او بيحب يلعب او يبلش اللي يبلش لعب اليوم ببلش بطريقه بحمي قبل ما يلعب، ببلش شوي شوي بالتدريج، بتلاقي صار يركض حوالين الملعب، بعدين قال له المدرب تفضل على الملعب. نحن عندنا حمل الطابه ونزل ركض على الملعب، ما بدون حماقات، لا حماقات ولا يحزنون. طبعا الرياضيين يلي هن عندهم خبره المحترفين بيكونوا هن بيعرفوا كل هالقصص، بيتدربوا بشكل جيد، بيحموا بشكل جيد، ومع هيك بصير عندهم اصابات للاسف. الرياضيين يلي غير محترفين اصاباتهم اكثر واعمق، وبتلاقي عندهم اصابات عنيفه احيانا ممكن تنهيلهم حياتهم. طبعا ممكن تنهيلهم حياتهم المهنيه طبعا، او ممكن يصير في عندهم مشكله ثانيه ما عاد يقدروا يروحوا يدوا على الشغل. سريعا دكتور، ما عاد معنا وقت، والمراه الحامل ممكن تقوم ببعض الحركات، يعني في احيانا اصابات عظميه بعض الحركات اللي بنقوم فيها، يعني احيانا نحن بنحمل حالنا بنحمل شيء ثقيل، بنقوم بسرعه في طريقه للجلوس، طريقه لانك تتسطح، بعض الحركات هيك ممكن تاثر على جهازنا العظمي. نحن اي حركه عنيفه ما لنا معتادين انه نساويها. بعطيكي احد الامثله، قنينه الغاز كل 3 شهور تطلع مره، هلا اليوم صارت عندنا. فنحن اذا كل 3 شهور عم نضطر نحملها ونمشي فيها مسافه 300 متر ونطلع فيها على الطابق الرابع، هذا عمل مجهد عم يصير مره كل 3 شهور. فهي عم يجيني ناس بعد هالحركه هي وجع كتف، وجع ظهر، بسبب انه هو حمل وزن ثقيل مسافه طويله بدون ما ينتبه لحاله ونسي، لانه هو فرح بهالموضوع وراح ركض. فهي احد المواضيع. اجى فصل مثلا الشتاء بلشوا بدهم يساووا تعزيل ويزيحوا التخت ويرفعوا السجاده. نعم. فهذا حيجيك بعد منه اوجاع والام شديده. طبعا بتلاقي النساء بهذا الفصلين الربيع والخريف صفوا بالدور بالعياده، كلهم ايديهم عم يجعون، ظهرهم عم يجعون، ربطهم عم يجعون، لانه بلشوا بامور تنظيف البيت، تنظيف السجاد ونقل الاساس وهالقصص هي. فبتلاقي بعدين بترجع بتخف هي المشاكل شوي بالفصول الثانيه. فالاعمال العنيفه بدون تجهيز لها، بدون تحضير لها، او اذا جسمه بيكون ماله متحمل هي الاوزان انه يحملها، بدنا نحملها برتابه شوي، او النادي لشخص يساعدنا، ما نتحمس نحن زياده عن اللزوم، وندير بالنا على مكان عملنا، وندير بالنا على طريقه الوصول للعمل، ونحافظ على جسمنا لانه جسمنا امانه عنا. نحافظ عليه صحيح مشان نقدر ننتج اكثر ونعيش حياتنا بشكل حلو اكثر. اكيد مثل ما قلت حكيم، بالنهايه يعني النتائج ان كانت سلبيه او ايجابيه فهي عم تكون شخصيه بشكل كثير كبير علينا، وجسمنا لنا له حق علينا. شكرا كثير لحضورك اليوم، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها. الله يسلمك. شكرا لك دكتور، واكيد شكرا لكل النصائح، ومثل ما قلت جسمنا له علينا حق، فلازم دائما استشاره الطبيب وما نحمل حالنا.